شعبي شمال ويمين ونسيت سمك من زينا. بلاميطة بلاميطة؟ دي بالواحدة. هي دي مش دي شبه التونة مش هي؟ شبه التونة بس مش تونة؟ اه التونة بيبقى ليها خط من هنا فاهم بتوع السمك بس اللي بيعرفوه. خط يعني مختلف. انا حاسة ان هي شبه التونة هي جدا. هي شبه التونة بالظبط بس بيبقى فيها خط التونة بيبقى كل ده لون ده كده. طب ودي بتستخدم زي فكرة التونة برضو نفس الاستخدامات؟ اه بس البلاميطة زي ايه أكلة شعبية. البلاميطة اه اللي عايز يعمل عزومة الكلام ده بتتعمل ازاي بقى البلاميطة؟ البلاميطة بتتقطع ساعات بتتسلخ بتتعمل مكعبات مكعبات كده بتتعمل صينية بتتعمل صينية بالبطاطس. انتوا مشهورين في السويس بالبلاميطة؟ طبعا طبعا البلاميطة والشغل. الحاجات دي موجودة في أسواق القاهرة؟ يعني ساعات اه وساعات لا بس هي موجودة في السويس أكتر. اه عشان أكلة شعبية للسويس. بكام الكيلو؟ لا دي بالواحدة مش بالكيلو. دي بالواحدة؟ اه بكام الواحدة؟ الواحدة ب 100 جنيه بنبيعها زائد التنظيف بس أحجام في ساعات بتيجي ب 80 جنيه ساعات ب 70 جنيه ساعات ب 100 ساعات ب 110 حسب الحجم بتاعها وحسب جاية كام واحدة في الصندوق. يعني الحجم ده مثلا ب 100 جنيه حوالي كام كيلو؟ احنا بنبيعه ب 100 جنيه يعني دي تعمل لها 4 كيلو. 4 كيلو ب 100 جنيه؟ حلوة جدا طبعا. طبعا بسم الله ما شاء الله. ودي بتنضفوها كمان؟ منضفة يعني ب 100 جنيه زائد التنظيف. زائد التنظيف. زائد التنظيف اللي عايز بقى نفلها له اللي عايز نشيل له الشغل على حسب بقى كل واحد مستخدمه حسب هو عايز ياكلها ازاي احنا تحت امرهم. ترجمة نانسي.